بإشراف مديرية مناهضة العنف الأسري ومنظمة المرأة الحديدية وعلى مدار 6 أشهر اختتمت فعاليات الدورة التثقيفية لمناهضة العنف الأسري والتي شارك فيها عدد من رجال الدين في إقليم كردستان. بحسب القائمين عليها فإن الدورة كان لها الأثر في التقليل من نسبة العنف ضد النساء. علي باسل والتفاصيل. الضرب، الإساءة النفسية والاعتداء اللفظي وحتى القتل أحياناً هي من مظاهر العنف ضد المرأة. وللحد من هذه الظاهرة الخطيرة انطلقت الدورة التثقيفية لمناهضة العنف ضد النساء بإشراف مديرية مناهضة العنف الأسري ومنظمة المرأة الحديدية في أربيل. الهدف الأساسي من عنده هو القضاء أو التقليل من العنف ضد المرأة اللي سويناه احنا الدورة لأول مرة تقام بالعراق وبإقليم كردستان. اللي مشارك بها هي منظمة المرأة الحديدية ومديرية العنف ضد المرأة اللي تابعة لوزارة الداخلية ووزارة الأوقاف. شو سوينا احنا؟ ثقفنا رجال الدين قانونيا، شرحنا الأمور القانونية اللي تخص المرأة وعلى رجال الدين نقلها للمجتمع. دور علماء الإسلامي في إقليم كردستان عامة وأربيل خاصة لهم دور خاص في تقليل أو توعية الناس على خطورة العنف ضد المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالقرآن الكريم في كل مراحل حياة المرأة. رفع مستوى الوعي في مجال حقوق المرأة كان هدف الدورة بحسب القائمين عليها. الدورة التي استغرقت 6 شهور كاملة كان لها الأثر في تقليل نسبة العنف الأسري خصوصا الاعتداءات المبنية على أساس الجنس. طبعاً أنا مشاركتي هذه مرتين بهذه الدورة إن شاء الله، لله الحمد بها فعالية كثيرة، لله الحمد يعني حتى تحدثنا من خطبتنا من محاضراتنا اليوم من مجلسنا مع جماعتنا يعني في الجامع وفي غير الجامع في أي مكان كان، لأن قال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي، يعني هذه أهم نقطة. الحمد لله، وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر بعض الأحاديث عن المرأة: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا اللئيم. وفي ختام الدورة تم تكريم رجال الدين وأئمة المساجد المشاركين فيها، ومن ضمن ما تضمنته الدورة أيضا التركيز على حقوق المرأة المعنفة في اللجوء إلى القضاء لإنصافهن. من أربيل، علي باسل، قناة صلاح الدين الفضائية.